السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنضيف أداة أو بلجن جوه الوورد بريس بحيث إن هو يجيب لنا آخر فيديوهات من اليوتيوب من القناة بتاعتنا. أول حاجة هنعملها هندخل هنا على البلجن وأقول له أد نيو وأعمل بقى سيرش عن الأداة اللي اسمها يوتيوب امبورتر. فهيجيب لك الأداة اهيت، هتدوس عليها وتقول له أكتف، هتبدأ تظهر معاك. ممكن تقول له مور ديتيل عشان تقرأ أكتر عنها وتشوف التقييم. المهم ان انت تلاقي هنا مكتوب ان في مثلا 1001 اكتف انستليشن، يعني في 1001 مستخدمها دلوقتي، لان ممكن يكون في حد عامل اداه باسم قريب ويعمل لك لخبطه. تمام، هو هنا يعمل لك سكرين بحيث ان انت تشوف الخطوات. طيب تعال بقى نروح هنا على التولز، هنلاقي يوتيوب امبورتر. عشان يشتغل محتاج نديله رقم من قلب اليوتيوب، API key. طيب API key ده اجيبه منين؟ او شرح لك هنا في الرابط دوت الخطوات اللي هتعملها عشان تحصل على الرابط دوت. هتلاقي هنا بيقول لك خش على جوجل ديفلوبر كونسيل، وبعد كده تختار اسم للمشروع بتاعك، سميه مثلا يوتيوب واسم القناة بتاعتك، اللوكيشن موجود فين، اليوتيوب داتا API، وتعمل له انيبل، ويبدأ ان هو يديك رقم معين. الرقم ده هو اللي هتاخده كوبي بيست، اللي هو الـ API key، هتاخده كوبي بيست ويتحطه هنا بحيث ان هو يبدأ ياخد المعلومات من القناة بتاعت اليوتيوب بتاعتك. بعد كده بترجع بتضيفه هنا وتقول له سيف سيتنج، خلاص هو كده بقى مرتبط بالملفات اللي موجودة. ممكن بقى تدخل بقى على اليوتيوب امبورت، وممكن تعمل سكادول للامبورت. هنا مثلا بيقول لي الامبورت تايب، هل انت شانل ولا البلاي ليست، اليوتيوب شانل اي دي، البوست تايب، هل انت عايز تعمل بابلش ولا تسيفه كدرافت، التاريخ بتاع الداتا ليميت، يعني مثلا اول ما يوصل التاريخ ده خلاص ما ينشرش بعد كده. تمام، دي الطريقه ان انت تربط اليوتيوب بالوورد بريس بتاعك.